أواخر 2019 سامي الشوقي غادي يتخذ واحد القرار آخر اللي هو مغادرة العمل الصحفي. مازال كتكتب ولكن غادرتي المجموعة كمسير لهذه المجموعة اللي فيها الجريدة الأساسية هي ليزيكو ومواقع إلكترونية أخرى. كيفاش اتخذتي هذا القرار؟ وقرار خديته في سنة 2018 هو فيه مركب بعد تفكير عميق، لأنه كانت دازت 10 سنوات من بعد إطلاق المجموعة. في سنة 2018 بديت نحس ببعض لو ستريس، لأنه بعد ضغط كبير، لأن كانت عندي مهام كبيرة. أنا كنت كنكتب افتتاحية يومية، وفي نفس الوقت كنت بحكم رئيس المؤسسة عندي إشراف على القطاع التجاري والإداري والمالي، بمعنى خاص تكون عندك عينيك على كل شيء وكتسير كل شيء في قطاعين كله أصبح كله مشاكل. فكان فيه طبعا التأثير على الصحة ديالي، لأن الطبيب المشرف كان أنا ذاك قال لي ودي راه باش تهنى من هذا الضغط اللي عليك، راه ميمكنش تستمر في نفس بنفس الوتيرة، خاصك تاخذ قرار وتختار الاستمرار بنفس الوتيره تيشكل خطر عليك. فكان هذه المساله هذه جعلتني نفكر كثيرا قبل ما ناخذ القرار، وناخذ هذه النصيحه ديال هذا الطبيب المشرف بالاضافه لامور اخرى اللي هي كانت صعوبات اقتصاديه في المجال القطاعي، قطاع الصحافه اللي بدا كيعرف واحد النقص في الاعلانات، نقص في المبيعات كيشكل واحد الخطورة على النموذج الاقتصادي على المؤسسات القطاع. فإذا كان خصني نمشي بنفس الوتيرة في المؤسسة بالمستوى اللي كانت غادا فيه، كان خصني نزيد من الجهد بالمضاعفة في الوقت أنا اللي كنت مطالب أنني نخفض. فكان علينا نأخذ الاختيار على أساس أنه ما نخفضش من الإيقاع باش نحافظ على صحتي، ولكن نضر المؤسسة. بالاضافه انه من الناحيه التحريريه بديت كنحس كاينه بعض المضايقات، كاين بعض بديت ما بقاش مجال لاشراك النقاش العمومي مع المسؤولين. انا شخصيا كنت كنهز الهاتف، لان كان عندنا بعض البرامج في اوريزون تي في اللي تابعه للمجموعه. كان كنقول مضايقات واش سبق مثلا تصل بك شي حد او تعرضت لي مثلا شي تهديد او لا او لا شي لا ضغط او شي هذا، ولا شوف ولا الجو لا بحكم كدوز 25 سنه في القطاع تتفهم الاشارات. نعم، وانه حتى كيف ما قلت لك في المجال بصفه عامه حتى الكلمه اصبحت صعبه. انا كنت كنرفع الهاتف وكنتصل بالمسؤولين في حزبيين في حكوميين من اجل برامج حواريه، حتى واحد ما بقى بغى يجي. وكنعرف منهم اصدقاء كانوا وزراء او كانوا مسؤولين في مؤسسات عموميه، كاين اللي كيقول لي سي سمير لك تعزيز عليك خليني عليك في التقار. اذا حتى ظروف العمل ما بقاتش بشكل جيد. فهذا الشيء كلشي تجمع وفكرت وقلت هذا الشيء اللي غادي يجي راه يمكن يكون كاع اكثر من دابا، اللهم نحبس هذه التجربه دابا، وممكن يجي شي طاقم اللي شاب وعنده نفس جديد وقوه جديده يمكن يشتغل عليها. طيب سمير، كيفاش تمت عمليه الخروج من المجموعه؟ انه تيتقال بانه سمير شوقي باع المنصف بالخياط. لا، انا كنت اولا لما خديت القرار في منتصف 2018، لان انا ماشي اجير ولا صحفي عادي في المجموعه باش نقول لهادو المساهمين اللي معايا السلام عليكم راه بغيت نمشي من هنا شهر ولا شهرين، ما يمكنش. انا الرئيس المؤسس، وبالتالي لما اغادر خصنا نحطوا المشروع ونخليه في واحد السكه ونعطيوه في يد امينه اللي غادي تكمل المشروع. عطيت واحد السنه ونصف للمجلس الاداري، قلت لهم حنا في منتصف 2018 غناخذوا سنه ونصف حتى لنهايه 2019. 31 دجنبر 2019، باقي كنتذكر قلت لهم هكذا، قلت لهم 31 دجنبر 2019 مع 6 د العشيه نعطيكم المفاتيح. فقالوا لي غنفكروا مجموع في شي حل اللي يامن المسار ديال المجموعه بشكل اللي تبقى غدا وتامن النجاح ديالها. فكانوا بزاف ديال السيناريوهات، والسيناريو اللي لقيناه هو ان
صديق منصف بالخياط، فهو كانت عنده مجموعه اعلاميه وحنا عندنا مجموعه اعلاميه، فقررنا نديروا واحد الاندماج، واندماج على اساس انه هو والطاقم اللي معاه غيسيروا المجموعه اللي هي اوريزون بريس، هي اللي دمجت دابا وخدات حجم اكبر اوريزون بريس، وتيسيروا الطاقم الاخرين، وانا مازال مساهم لحد الان. يعني ماشي بعتي الاسهم؟ لا لا لا، الاسهم ديالي ما عمري ما بعتها، باقا عندي ومازال مساهم، وكنحضر في المجالس الاداريه وعضو عضو في المجلس الاداري لحد الان. ولكن القطاع الصحفي باقي فيه ارباح؟ باقي كيتوزع ارباح؟ فيه فلوس ولا باقي ولا فيه غير خسائر؟ القطاع الصحفي في كوفيد لولا تدخل الدوله 90% من المؤسسات اغلقت يعني ابوابها. وانت غادرتي شهرين قبل كوفيد كنت عارف وما عارف شيء، ولكن الله سبحانه وتعالى بعد المرة تعطيك اشارات. واني ربما كون بقيتي كان الوضع يكون صعيب. يعني يكون الوضع اصعب، فانا كيف ما قلت لك لولا تدخل الدوله لا كانت اغلب المؤسسات سدات، باستثناء يمكن واحد ثلاثه ولا اربعه ديال المجموعات الاعلاميه اللي معروفه، سواء اللي ديال الدوله ولا قريبه من الدوله. فالاخرين القطاع الخاص يعني يتضرر بشكل كبير، وما يمكنش تكون بلد بدون قطاع الصحافه، وهذا الشيء علاش كان التدخل ديال الدوله. وانا اعتقد ان التدخل كان في محله، والدعم راه مازال حتى اليوم، وسنه بعد اخرى تزداد مشاكل قطاع الصحافه استفحالا والمقروئيه في تدني غير مسبوق. وفين غادي هذا الشيء؟ الله اعلم. طيب في هذه المعارجات اللي مرتي فيها في حياتك، من بنكي الى انتقال الى مجال الصحافه الى مغادره الصحافه، واش كاين شي قرار في هذا القرار اللي تختي ندمتي عليه اليوم؟ وبصراحة ما ندمت على قرار، انا مش نكون واقعي معك، لانه القرار اللي كنت ندم عليه هو لما غادرت القطاع البنكي والتحقت بالصحافة. لو ان التجربة مثلا كانت فشلات ولا تعثرات كنت ممكن ندم، ولكن بالعكس انا كانت تجربة ناجحة جدا في المساء، وعطتني افاق اخرى. وحتى لما طلقنا المجموعة الاعلامية اوريزون بريس كانت ناجحة وافاقها ازدادت، وبالتالي ما عمري ما ندمت على شي قرار. حتى هذا ديال المغادرة ديال القطاع كمسير وكمشرف، بالعكس هو عطاني واحد الراحة نفسية وانا سعيد بها اليوم ومرتاح جدا، وكنحمد الله ونشكره عليها.